صحتي دي ليت بعد زكم تستعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلك كل جديد، ولا نوفيكم بأسعار الدواجن اليوم السبت 2/9/2023. ونبدأ لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 58 جنيه، لحم الفراخ الساسو الكيلو ب95 ل98 جنيه، لحم الفراخ البلدي الكيلو ب112 جنيه، لحم أمهات أبيض من كيلو ب62 جنيه، أمهات أبيض بياضي أرضي من 55 جنيه، أبيض بياض سلك ب53 جنيه، أحمر بياض أرضي 58 جنيه، أحمر بياض سلك 64 جنيه. أما نسأل أسعار الكتاكيت اليوم في التالي: كتكوت أبيض شركات عمر يوم 15 جنيه ل21 جنيه، كتكوت أبيض قطعان عمر يوم من 14 جنيه ل14 جنيه وربع، كتكوت ساسو عمر يوم من 11 جنيه ونص، كتكوت ساسو بيور عمر يوم 13 جنيه ونص ل14 جنيه ونص، كتكوت بلدي حر عمر يوم 7 جنيه و75 قرش إلى 8 جنيه و75 قرش، كتكوت هجين عمر يوم من 9 جنيه ونص ل10 جنيه ونص، كتكوت جيل ثاني عمر يوم 11 جنيه و12 جنيه، كتكوت روزي بيور من 12 جنيه ونص ل13 جنيه ونص. أما بالنسبة لأسعار البط فوق التالي: كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم 19 جنيه و75 قرش ل20 جنيه و25 قرش، كتكوت بطة تسبين فرنساوي 24 جنيه ونص ل25 جنيه وربع، كتكوت بطة مسكوف عمر يوم 34 ونص ل35 جنيه، كتكوت بطة مولارد عمر يوم 29 جنيه ل29 جنيه ونص، لحم بط فرنساوي الكيلو 55 جنيه، لحم بط مسكوف الكيلو 90 جنيه، لحم بط مولر الكيلو 60 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الرومي فهو التالي: كتكوت رومي أبيض عمر يوم ب65 جنيه، كتكوت رومي أبيض 12200 جرام ب125 جنيه ل130 جنيه، كتكوت رومي أثمر برونزي عمر يوم من 20 جنيه، كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45 جنيه. أما بالنسبة لأسعار السمان فهو هذه: كتكوت سمان أثمر عمر يوم 3 جنيه ونص، كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيه، كيلو لحم السمان ب60 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدواجن في مصر في اليوم السبت 2/9/2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعمل برايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.